مرة تانية رجع لنا الأستاذ نايف عثمان، عضو الجالية المصرية في الكويت ورئيس رابطة شباب أسيوط. عايز أكلم حضرتك أستاذ نايف على أهمية المشاركة، رسالة من حضرتك للمصريين المقيمين في دولة الكويت، أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية. هو يا فندم طبعا احنا كمصريين كلنا بنكون حريصين ان احنا نكون مشاركين في الانتخابات، وكل واحد فينا بيبقى عايز يعرف حقه، وكل واحد بيكون عايز يدي دوره الصح، تمام؟ فاحنا بنثبت للعالم كله كمصريين في دوله الكويت. العدد اللي موجود حاليا ما شاء الله، احنا لسه الساعه يعتبر 9 الا 5، عدد المصريين الموجود بره اللجان كتصويت سبحان الله فعلا منظر يعني مفرح جدا جدا جدا، ان كل الناس من الساعه 8 الصبح او 7 ونص الصبح جايه عشان تشارك في الانتخابات. فده طبعا شيء مهم جدا جدا ان المعلومه واصله لكل المصريين ان انت لازم تشارك وتدي صوتك. خليني اعيد، وتحيه كبيره جدا جدا لكل الشعب المصري. اتفضل. خليني اعيد سؤالي تاني يا استاذ نايف، المبادرات التوعويه اللي تم تقديمها لتوعيه المصريين المقيمين في الكويت باهميه مشاركتهم السياسيه. المبادرات حضرتك في فيديوهات كتير عملناها من جوه مصر ومن بره مصر لتوعيه المصريين للمشاركه في الانتخابات، ووزاره الهجره عملت كذا اجتماع وكذا مؤتمر على قناه زوم لبرص الحرص المصريين على مستوى العالم للمشاركه في الانتخابات، واحنا كبدورنا رؤساء روابط في دوله الكويت عملنا برضه نفس الشيء، فيديوهات بكل واحد فيديو باسمه وشخصيته بيوعي اهله وناسه وكل اللي يخصوه انهم يشاركوا في الانتخابات. وفي رسائل برضه السفاره عملت رسائل ووصلت صوتها للناس اللي الناس كله لازم يشارك في الانتخابات. اعتقد كل ده ممكن يكون مجهود كبير صحيح. جدا هيثمر جدا في المشاركه الانتخابيه. فعلا منا، وبعدين في بعض الاصوات كده منا، وعايز اسال برضو يعني حضرتك معانا استاذ نايف، انه في بعض الاصوات كده المحبطه شويه، يعني في اصوات كده تقول لك يعني سلبيه شويه، تقول لك بلاش ننزل بلاش يعني يا فندم. طبعا الناس السلبيه دي، احنا الناس السلبيه دي يا فندم المنظر بتاع دلوقتي اللي احنا موجودين حاليا، المنظر دلوقتي حاليا بيثبت لكل الناس السلبيه دي ان انت لو انت واحد سلبي في مليون غيرك مش سلبي. لو انت بترد عليهم ازاي؟ يعني قول لي كده رساله بترد عليهم ازاي لما حد يقول لك يا عم هي هتفرق يعني لو رحت ولا ما رحتش؟ يا فندم اوكي، اقول له تعالى انت انزل صوتك، سواء اللي في خانه الرئيس بتاع فتحي السيسي او للمرشح البديل، ادي صوتك بدل ما تقعد في البيت وتبقى سلبي، لا انزل وشارك، ادي صوتك. انت طول ما انت قاعد في البيت انت صوتك كده ضايع عليك، انت كده مالكش اي حق خالص نهائي طالب باي حقوق اصلا. يمكن عدم مشاركتك في الانتخابات انت كده انت بتلغي صوتك اصلا. صحيح. يمكن الدول الاوروبيه والدول الاجنبيه بصفه عامه نتوقع ان تكون المشاركه فيها اكبر بدءا من غد علشان الاجازه او الويك اند، لكن يمكن في الدول العربيه المشاركه هتكون جيده جدا من اول يوم. جدا جدا يا فندم، والكويت دايما يا فندم لو انت متابع الكويت في كل دوله انتخابيه في الدستور في كل مره الكويت الحمد لله رب العالمين بتطلع الاولى، لان احنا هنا الجاليه فعلا عندها حرص في المشاركه في كل اي شيء يخص مصر. هل الفتره اللي فاتت يعني شيء مشرف جدا جدا طبعا كان في حملات كده توعيه يعني نظمتوا بعض الفعاليات عشان نوعي المصريين الموجودين في الكويت باهميه المشاركه السياسيه واهميه هذا الاستحقاق الدستوري؟ يا فندم طبعا عملنا كذا اجتماع وكذا حاجه هنا اللي احنا بنوعي الناس وبنخلي الناس تيجي تشارك، والحمد لله رب العالمين في اقبال يعني في اقبال كبير جدا جدا لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والكل مؤيده للمره الثانيه والثالثه والرابعه، لان لازم عشان مصر الاستقرار بتاع مصر والامن والامان لازم الرئيس عبد الفتاح السيسي يكمل. اكيد. كل الشكر ليك نايف عثمان. كل توعيه كامله. تمام. كل الشكر ليك نايف عثمان علي، عضو الجاليه المصريه في الكويت ورئيس رابطه شباب اسيوط بالكويت. طبعا المشاركه السياسيه الايجابيه مهمه جدا، وحاله الوعي الجميله منا اللي موجوده لدى كل المصريين الحقيقه. يعني استاذ نايف دلوقتي بيقول لنا لما بس سمع انه ممكن يبقى في حد سلبي وعايز يقعد في البيت وما ينزلش، لا ده حقك وصوتك ودي امانه على فكره، امانه لانه انت بتختار ايا كان الصوت لايا كان هذا المرشح اللي انت بتختاره، لك الحريه المطلقه في ان تختار من يمثل البلاد خلال 6 سنوات المقبله، فده حقك لا تتنازل عنه ابدا.